ينضم لنا دكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. دكتور محمد، أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة. والحقيقة أنه يعني وزير الخارجية دكتور سامح شكري قال أنه البشرية لسه قدامها فرصة أنها تنقذ نفسها. ما هي الفرصة اللي ممكن إحنا دلوقتي نعملها كمواطنين وكحكومات؟ شكرا جزيلا استاذ انجي. أهلا بحضرتك. قضية تغير المناخ، يعني لعل المواطن البسيط اللي بيسمعنا دلوقتي يعني هو مستغرب ليه كل الزخم ده وليه الكلام الكتير حوالين موضوع تغير المناخ، وهو شاف ايه من تغير المناخ؟ يعني هل عشان الجو برد شوية او حر شوية هو ده الأزمة اللي العالم كله عمال يتكلم فيها وعم بيعمل قمم، ولا الموضوع اكبر من كده بكتير؟ في الحقيقة هو الموضوع اكبر من كده بمراحل مش بكتير. تغير المناخ الآن وصل لمرحلة يعني اقترب من نقطة اللا عودة، بمعنى أن ما يحدث على سطح الأرض في كل مكان الآن، حتى الدول المعتدلة مناخيا التي ظنت لفترات طويلة أنها في منأى عن تغير المناخ، والدول الصناعية الكبرى اللي كانت بتتنصل وكانت بت 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 يعني تعطي تعهدات دون أن تلتزم بهذه التعهدات، الآن أصبحت في وسط الحدث. نعم. يعني لا أحد كان أبدا يتوقع أن تجف أنهار تاريخية لم تجف مياهها قط، أو يحدث حرائق غابات في أطراف القارات، أو يحدث هذا الكم الكبير من السيول والفيضانات. طب على مستوى مصر إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل على مستوى مصر الحمد لله موقع مصر الجغرافي لا يؤهلها تماما لمثل هذه الأحداث العنيفة، سواء كان أعاصير أو عواصف أو فيضانات أو حتى حرائق غابات، لا يوجد غابات في مصر. فبالتالي يوجد شيء آخر نحن يعني بنسميه اسمه التغيرات الصامتة، يعني لما مزارعي التغيرات المانجا في مصر الصامتة. طبعا عبارة عن تذبذبات في درجات الحرارة في مارس وفي إبريل، أنا كمواطن ما بحسش بيها، يعني الجو برد شوية، معقول هو الشتاء يعني قدر يوصل لغاية شهر مايو، لغايه شهر 5 الشتاء كمل معانا السنه اللي فاتت وخلاص، والبيتنا تقيل وخلاص. طب وبالنسبه للمزروعات فوجئنا ان هناك اكثر من مليون طن مانجا فقدوا في موسم واحد، ومئات الالاف من الاطنان من الزيتون بتفقد، حتى الناس يعني الناس لازم تسال نفسها هو كيلو زيتون بكام دلوقتي؟ اللي كانت كيلو زيتون ب 5 جنيه و6 جنيه و10 جنيه دلوقتي وصل لمراحل كبيره جدا بسبب ما يحدثه المناخ في مصر. ما يحدث او ما حدث لبعض اشجار الفاكهه حدث احيانا للقمح ومحصول استراتيجي، وبيحصل لكثير من الخضر اللي احيانا بيحصل فجوات في الموسم والناس بيشوفوا ان اسعارها زادت ومش عارفين ايه السبب. السبب هو تغير المناخ، رغم ان مصر تقع في منطقه معتدله نوعا ما ولا يقابلها هذا العنف، الا انه متوقع ومن خلال النماذج الموجوده ان يزداد شراسه وعنف هذه الظاهره، ظاهره تغير المناخ. كل الازمات اللي قابلت البشر على مدار التاريخ بما فيها الحروب العالميه الكبيره اللي ادت الى مقتل الملايين لا محاله بتنتهي وتتوقف وتوقف تداعياتها الا هذه الظاهره، ظاهره تغير المناخ في ازدياد، وكلما استمرت كلما ازدادت عنفا. وقت من الاوقات، وقت من الاوقات قريب جدا ان لم يضع العالم حد لغازات الانبعاث الحراري الناتجه عن الانشطه الصناعيه، وقت من الاوقات سيحدث تشبع لطبقة الاستراتوسفير في الغلاف الجوي بالأدخنة والملوثات وثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فورا هيتغير مناخ الأرض، يعني نفاجأ بكوارث مناخية لن تستطيع دولة مهما كانت قوية ولديها بنية تحتية قوية أن تتحمل إعصار من الدرجة الثانية أو إعصار من الدرجة الثالثة أو عواصف قوية أو سيول وفيضانات جارفة، شفنا في باكستان وبنشوف في كل مكان على سطح الأرض. هذه الأحداث المناخية الجامحة والشديدة بتقول رسالة واضحة جدا أن هذه القمة هي الفرصة الأخيرة. هذه قمة القمة شرم الشيخ هي في الفرصة مصر الأخيرة. هي الفرصة الأخيرة لكي يقف العالم على قلب رجل واحد. نعم. الأنانية اللي الدول المتقدمة على مدار عشرات السنين فاتوا وتربحت من ملايين الاطنان ومليارات الاطنان من ثاني اكسيد الكربون التي تفقد في الغلاف الجوي يجب ان تتوقف، طيب. لان انتوا التانيين بقيتوا في وسط الحدث. المواطن البسيط اللي بيسمعنا دلوقتي ايه المطلوب منه؟ المطلوب منه ان يوطن ثقافه التغيرات المناخيه. تخيل يا استاذ انجي ان حتى الوجبه الغذائيه اللي احنا بنتغذى واخدين عليها في مصر
الغداء ولا العشاء، ليه علاقه كبيره جدا بتغير المناخ. لما الصيف يكون شديد الحراره او شتاء بارد، يجب ان الوجبه دي تتغير ومكوناتها تتغير. محدش بيعمل كده، محدش عندوش ثقافه التغيرات المناخيه. بمعنى ايه يعني؟ يعني اشرح لنا حضرتك. اقول لحضرتك حاجه، بسبب تغير المناخ اصبح صيف مصر حار او شديد الحراره وفي موجات حراريه طويله، لا يتناسب مع هذا الصيف ان يكون الوجبه معظمها كربوهيدرات. يعني موضوع نشا القمح، يعني انا بتغدى اكل 5 6 رغيفة 7 رغيفة، لا تتناسب مع هذا الشكل من المناخ. عشان كده بيحصل عندنا مشاكل كتير في السمنه، ومشاكل كتير في ان الناس ما عندهاش الصحه الكافيه، بسبب ان حتى هذه الوجبات يجب انها تتغير. عشان كده في معهد بحوث التغذيه له علاقه بالقصه دي، وله علاقه ان السلوك الغذائي لازم يتغير مع كل فصل من فصول السنه، مع كل تغير بيحصل، حتى لو مش لازم يكون فصل، مع كل تغير. طبيعه اللبس حتى هذه اللحظه يا استاذ انجي، في فرق كبير ما بين حراره الليل والنهار. انا بلاحظ ان الناس اللي بيلبسوا بالنهار خفيف بحكم ان الجو لسه مائل للحراره، بيستمر هذا الشكل او هذا اللبس لغايه بالليل، والناس يعني ناس كثيره جدا عندها نزلات برد بسبب عدم وجود هذه الثقافه. يجب ان يكون هناك ثقافه تغير المناخ، ويجب ان تتغير ممارسات كثيره بناء على هذا التغير. محتاجين نتكلم كتير جدا في الموضوع ده، بس خليني اسال حضرتك. حضرتك بتقول انه قمه شرم الشيخ كوب 27 ربما تكون الفرصه الاخيره، ويمكن حضرتك ما قلتش ربما، يعني انا كمان اضفت ربما من عندي عشان اخفف العباره شويه. طيب، في ظل هذا الحضور المكثف من زعماء العالم ومن المسؤولين في العالم، الحضور رفيع المستوى، ايه التوصيات اللي حضرتك تاملها من هذه القمه؟ القمة لها عنوان، قمة المناخ، كلمة شرم الشيخ، أنا بحب أسميها القمة العالمية للمناخ، لأن هي فعلياً هي حدث عالمي استثنائي وتاريخي لمصر قبل ما يكون لأي بلد تاني. قمة المناخ الحالية لها عنوان التحول من التعهدات إلى الالتزامات. اللي وضع العنوان ده مش مصر اللي بتستضيف القمة، اللي وضع العنوان ده هو السكرتارية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، اللي فيها 197 دولة أعضاء في هذه السكرتارية. هم اللي حطوا هذا العنوان، ويجب أن يترجم هذا العنوان لكي يكون أفعال على الأرض. يجب أن تتحول التعهدات، الدولة اللي بتقولها خفض 30% من انبعاثاتي تخفض 30%، الدولة اللي تقول أنا ملتزمة بتعويض الدول المتأثرة بالتمويل والاستثمارات أو حتى إسقاط ديون تلتزم بالتعهد اللي هتقوله، لان مفيش وقت ولا في فرص تاني. المناخ الان وصل لمرحله من الشراسه ومن يعني مش عايز اقول الغل، يعني بسبب اللي الناس بيعملوه في الكره الارضيه. يعني ايه 50 مليار طن ثاني اكسيد الكربون يضخوا سنويا في الغلاف الجوي؟ ثاني اكسيد الكربون اللي تم ضخه من 100 سنه لسه موجود في الغلاف الجوي، لم يضمحل. الناس فاكره ان الدخان اللي بيطلع في الجو ده قدامهم والعوادم دي بعد ثواني ما بيلاقوش، ده بيطلع في الغلاف الجوي ويتركز ويبقى هناك، يبقى هناك للانتقام، يعني موجود هناك عشان ينتقم من مما فعلت ايدي الناس. عشان كده هذه القمه هي الفرصه الاخيره، هذه القمه هي فرصه كبيره، بلاش الفرصه الاخيره، للعالم ان يقوم بالتزاماته. ومصر قامت بدور كبير جدا للتوافق ولتوفيق الاراء ما بين الجهات وما بين الدول المتقدمة والدول المصدرة للغازات والدول المتأثرة، وقامت بدور خلال فترات التحضير دور كبير جدا جدا جدا. نتمنى كلنا وبندعو إن شاء الله أن يقلل مجهود هذه الدولة بكل خير، لأن إن شاء الله اجتهدت وتعبت كتير جدا حتى على مستوى الإجراءات بتاعة مصر اللي أهلتها أصلا أنها تستضيف هذه القمة. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة. فاصل ونرجع نستكمل مصر جديدة.